كيتسمى الركعات ماشي التكواز اخويا ديالي الركعات الدارجه هذيك راه الدارجه اش كتقول لها الدارجه كتركع وكتقول شي هضره ما كتفهمهاش اذا انت كتكوز واش كتفهم واش كان فهمه ولكن بطريقة التفسير دياله كل حاجة عندها لي سيركونستانس دياله واش زيد محمد ديالي من الاخر شي حاجة اللي عندها التفسير ديالها كيكون عندها تفسير واحد متفق معك وي اوكي الا كان عندها تفسير واحد اذا غادي نقولوا هذه الحاجة هذا قرآن مبين وي اذا إلا لقيتي شي حاجة في القرآن وفيها جوج ديال الناس ثلاثة عشرة كيقول لك كل واحد تفسير ديالو خليك هنا بياليغ بليز خليك هنا قلتي شحال جوج ثلاثة قلتي ناس ياك استعملتي لو تيرم يومن ناس إنسان وي ودونك هذوك إنسان شكون اللي قال لي أنايا راه هما عندهم الحق لا حيت دابا المشكل ديال الاسلام نتوما اللي كتقولوا حنا عندنا الحق والاخرين كلهم خاطئين وما مزيانينش وكفار ولعنهم الله وهما اللي غضب عليهم الله هذا هو المشكل ديالكم انكم نتوما المسلمين ما كتفهموش اشنا هو المعتقد دي لمشيتي عند المسيحي عنده نسبه الصحه ديال الدين ديالو بحال ديالك انت تهوة يقول لك بأن الدين ديالي راه هو اللي صحيح إلا مشيتي عند اليهودي نفس الشيء عند البودي نفس الشيء إذا مبقاوش تقولوا الناس إحنا راه عندنا الحق وانتم خاطئين داك الشيء علاش هي ماشي حق ولكن أقرب نقاش إما كنتم انتم كتعرفوا تكمشوا كل راه واحد ما يهضر لكم على الدين ديالكم ولكن انتم باغين ديروا منه بأن احنا عندنا الحق وديك الله أكبر بأن احنا هما وردنا أدلة أخوي بيالي ها؟ عندنا أدلة ما عندكش دليل شوف أسميتو كروايونس أسميتو اعتقاد فاش يكون عندك دليل لا أوندوا إيدونتيفي أسمع وأسمع دابا فاش يكون عندك دليل خصك تبدل ليه السمية ما يبقاش يتسمى معتقد ما يبقاش يتسمى كرويونس ما يبقاش يتسمى بليف اوكي اذا طالما سميتو بليف اذا ما عندكش دليل راه باقي معتقد فاش الفرق فاش الفرق هنا صغير سميناه فار منين الفار كبر بزاف شفنا قلنا ما يمكنش نسميه فار هذا صغير بزاف والاخر كبير بزاف اذا غادي نسميه الاخر طوبه اوكي اذا الشيخ سنديرو فاش كتقول لي عندك دليل وكتهضر على لا كرويونس اذا خصك تبدل السميه ديال لا كرويونس ولا ما عندكش دليل الا ما عندكش دليل اذا السميه زوينه معتقد كتجي معك فاش ما كيكونش عندك دليل دابا انت كتقول عندك دليل اذا خصك تبدل هذاك ما تبقاش تسميه معتقد خصك تسميه حقيقه Ara, ce n'est pas une croyance, Ara, c'est une science exacte. L'islam, c'est une science exacte qui a englobé la majorité des sciences. Je suis un mot. من اللي قلتي يعني سد السيونس اكزاكت راه يعني هذا هو ماشي هو هذا لا ريليجيون سي با ان سيونس اكزاكت العاطفه هي اللي كتخدم كيتا دي كو الاسلام ايتي اون ريليجيون الاسلام سي اون سيونس اكزاكت مي اليهوديه اون ريليجيون تفق معاك من سيونس اكزاكت واش تهضر لي على الاعجاز العلمي وكذا Ce n'est pas l'éjeux, c'est des réalités scientifiques qui ont été prouvées et identifiées récemment. Ou vous devez l'accepter, c'est une évidence. Donnez-nous quelque chose. Il y a le Qaysam al-Khtizali, il y a le Big Bang.
دابا شنو هو الانقسام الاختزالي؟ رجع الآية ونعطيك بيان ليغ مي بوغ بوغ الضر. اش كتعني شنو هو الانقسام الاختزالي؟ اش كتعني يلا ميوز قولها لينا بالفرنسي، قولها لينا بالفرنسي، قولها لينا بالدارجة. احنا قريناها بالعربيه اخويا بيان لي كنقروها بالدارجه على الصوت. اشرح لي اش كتعني بالعربيه، اشرح لي اش كتعني، انت جايب واحد الحاجه ما فاهمهاش. اش كتعني الانقسام الانخزالي؟ هي خليه تتقسم تتقسم على اربعه والكروموزومات ديالها تتقسموا على جوج. المالتيبليكيشن. واعطيني شي ريليجيون اللي دوات بحال هكا بهذا الاختصار وبهذا الانضباط. واش غادي دير مع العبوديه الا عندك الانقسام الاختزالي؟ ما كايناش عبوديه، ما كايناش. الا ايتي اكسبلواتي باغ لي زغاب لي زونسيان، هذوك اللي ايزون اكسبلواتي هيومانيتي باش يردم الاسكلافاجيزم. فين حرم الاسلام؟ بلاتي فخليتيه دوز الانقسام الاختزالي. فين كتشرح الانقسام الاختزالي؟ فين حرم الاسلام؟ سلام اتفق معك. أتسنى ولكن استنى الحاج ديك بيان ديال صافي، عطينا الايه، عطينا الايه ديال الانقسام الانخزالي بعدا. لا لا غنعطيك نشوف هذا لو بوين هذا سيتو بلي باسكو سي تري انتريسون، حيت اغلبيه الناس كيشدوا من هذا لو بوين تاع العبوديه. واش اي حاجه كانت الناس مثلا خدامين بالعبوديه مثلا دو هي القانون ستاندر ديالهم، عبوديه عندهم شي حاجه نورمال، جا الاسلام حرمهاش، وا سافو دير كو الاسلام كي كري ليسكلافاجيزم؟ نو كتعني بان اذا الاسلام ما عنده حتى شي وظيفه، جا لقى الناس همجيين وخلاهم همجيين وشارك في الهمجيه ديالهم. علاش خليتها من هذا الكوتي هذا؟ هو الاسلام جا قول العبوديه وما غيرهاش، لقى البيدوفيليا وما غيرهاش، جا لقى العبوديه ومارس العبوديه، جا لقى البيدوفيليا ومارس البيدوفيليا، اذا اش جا غير؟ واين تتجلى العبوديه في الاسلام؟ واش السبايا؟ اين تتجلى العبوديه في الاسلام؟ الا ما كانش العبوديه ما يكونش الاسلام. لا واش السبايا؟ سينابيل وي بيان لي غير سبي اخي ماشي نبيل. نبيل غادي تجي تبقى تسطى علينا هنا، ما عندنا ما نديرو بعدا. كنت والله خويا انت باغي غير ايشونجي لي زيديولوجي، والله ما عندي مشكل. جوست بور سافوار كتقول لينا ما كاين السبي في الاسلام، ما كاين السبي في الاسلام. اذا انت لا كاين السبي ولكن لا ديفينيسيون ديالو خويا نبيل. صافي كاين السبي، صافي كاين انتهى كيس كلوز، صافي كاين انتهى النقاش. لا ولكن لا ديفينيسيون، لا ديفينيسيون ديالو، لا ديفينيسيون. نبيل واسي نبيل ما يمكنش واحد الاله خالق المجرات يسبي الانسان، يشد الانسان ويسبيه، يسرقه، يسرق انسان. اله كيسرق انسان. والى عنصري اذا الى عنصري واخا يكون هو اللي خلقنا وبغى يمارس علينا السبي، غنقول له انت ولد القحبه وحرقنا الا بغيتي تحرقنا، ما كيهمناش. اوكي هذا هو الفكره ديالنا. الا قبلتها هي هذيك نبيل، ما قبلتيهاش عادي نفر لك على شي صلايه ولا شي تيمومه. نبيل نبيل واش كتعرفي لي شوز وي خويا تفضل. Écoute bien. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Le bon Dieu avec Allah, est-ce qu'il est juste? Qui خلق واحد حر واحد عبد. Tu sais, c'est ça qui est dans le Coran. واحد حر واحد عبد. راه قال الله تعالى فرق بينكم بينكم. ايوا اسمح لي. مؤمن وبينكم كافر. شوف محمد الرسول ما عندوش ما كانش عنده الكوراج. بالكوراج حرم، شوف حرم الميسير القمار ديك فهمتي، حرم الشراب وكذا، ولكن العبوديه صاحبي ما حرمهاش. بالعكس شو الاسلام راه سي تابويي سور ليسكلافاجيزم شو بور جوستمون سو بروباجي دو بار لو موند. الا ما كانش بحال اللي قال لك بيان لي غير انت ما كتسمعش مساه، قال لك الا ما كانتش العبوديه راه ما يكونش الاسلام. انت الاسلام راه يكون صافي
داروا داك قالك 7 ايام ديال الباكور كدوز هما نو الاسلام العبوديه في الاسلام ما راها من الاركان اللي باش ان الاسلام انتشر وانه نجح. هو هذا يكذب عليك كذاب. خاصك تقرا شويه التاريخ باش نقول لك زعما تقرا كما قاريش وكذا. ولكن جاوبني على هذا السؤال، علاش واش هذا الله بالنسبه لي داك اللي كيخلق واحد عبد واحد حر هذا اله عادل؟ علاش عادي يفضلك انت وعادي وغادي يخلي الاخر فهمتي يخلي الاخر شو فا دو ستاتيو ديفيرون؟ اسكو بور توا سي ليغال؟ ما نو سي با لو دي ما جبتيناش على الانقسام الاختزالي يا صاحبي. شنو هو الانقسام الاختزالي في القران فين مذكور اخويا؟ قولوا لنا. دابا هو الاعجاز العلمي يقول لك قلنا شي ايه فيها انقسام اختزالي نستافدوا معك اخويا هذه الليله هذه الجمعه المضغه ياك دابا من الاختزال الاداري بليز واحد قاعدين نفهموا يا اخوان لا فيزيون ولا البوان دو فيو ولا كيفاش كنشوفوا لي شوز افون ماشي بحال اليوم. يعني دوك التسميات سي با لي ميم افون ما كانت سميتها خاليه ميكروسكوب. اذا هذا الدين غير صالح لكل مكان ولكل زمان، يعني مشات الموضه ديالو. اذا ملي كيقول كلام الله ديمودي دونك ماشي كلام الله، سواء كلام الله خصو يكون صالح لكل زمان ولكل مكان. سي لابسولو المطلق الاله المطلق، راه ما كنهضروش على المقدمه ولا على الشيخ ولا على، نهضروا على الاله خالق المجرات. واش خالق المجرات عادي يهضر معنا بالالغاز؟ خويا نادي تقدر تجاوبنا على انقسام الاختزالي فين مذكور في القران؟ والله الا سميتو انقسام الاختزالي كنظن هو المضغه. خويا هيركول دابا لي زونتربريز لي سوسيتي اي حاجه في الدنيا كتزيد قدام بالاميليوراسيون كونتينيو، كتكون في واحد لو بوين ا كتمشي لبوين بي وكتمشي لبوين سي وانت غادي كطلع. الا استعملتي لا رو دو ديمينغ هذه هي السيره ديالك. كيقول لك شوف خلاص خلينا صافي نعبروا على الاخر ديالنا. ما تعبر ما يعبر، ما باغي نسمع والو. شتك عبر في بلاصه اخرى. اعطيني قسم اختزالي في القران. بليز قلت لك اخي. لا 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 ما كاين بليز لا والو. غتقول الايه حبس احبس احبس بس قول الايه ديك تشوف انقسام اختزالي سلبي. لا نعطيك ديالك انا ترى تقن ف ف ف اش كيتسمى. لا لا انقسام اختزالي انا نسيت صراحه. لا لم تحضر الايه غادي نفكر فيها ونجي عندكم. مرحبا اوكي نقص الموضوع اخر. العبوديه اسلافاجي خلينا نكمل لك. ما كيتسماش اسلافاجيزم، كيتسمى هدية. ملي كتمشي للحرب وكتربح كتكون لك ريكومبونس. دونك اوكي واحد الحاجه اللي تشير. كتسنى ما عندنا ما نديرو بالطرطيره صاحبي. موضوع غنمشيو بوان با بوان. طرطيره وخطب الجمعه يلا خرجنا من صلاه الجمعه ما عندنا ما نديرو بها. العبوديه متفقين معاك الاسلام ما دارش العبوديه، ولكن راسو ديالك اللي هو احمد العالمين كان عنده 54 عبد في الدار. 54 عبد وعبد 54 الا بغيت السميات نعطيهم لك السميات 100. هادو ما قال لك اسيدي بان العبوديه هي عقوبه. هادوك الناس ديال اللي كيستعبدوهم كانوا في الحرب وكانوا باغيين يقتلوهم عقوبه. هادو ما فيهم حتى واحد الا جوج اللي جاوا من الحرب، جوج في 54. فعلاش هاد النبي الرحمه ديالك كان عنده 54 عبد في الدار؟ علاش؟ واش هادي رحمه؟ تفضل. اوكي مرحبا. النبي ديالي كان عايش في واحد المجتمع اللي عنده ثقافه وعنده تقاليد وعنده واحد ليزابيتود. هو اذا حنا ما عندنا ما نديرو بديك الثقافه ديالو. هو جايب ثقافه ولا جايب رساله من عند الاله؟ الله ديالك قال لك العبد بالعبد والحر بالحر والانثى بالانثى. كاين الضرب العبوديه ان مثلا هذاك العبد الى قتل قتلو حر. تسمع وتسمع الى قتلو حر ما يتقتلش الحر بالعبد. لا يقتل الحر بالعبد. كيتعطى الثمن ديالو بحال شي بضاعه. هنا والعدل هنايا. تفضل. راه عارف هادشي غير بو ريبوندغ هذيك لا كاتيغوريزاسيون سوسيال اللي كانت قبل كان خاص الناس يتسايروا ما خاص يعرفوها. مثلا مش بمش انسان بانسان. وانت ما كان ماشي سوقنا في الناس صاحبي. هضر معايا على الله ديالك اش كيقول والرسول ديالك اش كيدير. انسى الناس انسى المجتمع. هذاك هذيك الرساله ملزمه لنا حنا في 2023.
نسال الناس اعطيني تبرير لهذا الشيء ديك باش نخدموا به دابا. تفضل. دابا اون دو شيرشي لاميليوراسيون و لادابتاسيون مع لي لوا انترناسيونال. اعطيني الدليل من الكتب ديالك. اوكي متفق معك متفق معك. اون شو شيرشي لهذا اعطيني الدليل بان هذا مسموح لي في الاسلام. تفضل. ما نطولوش على هذاك الخطاب والطرطير ما عندنا ما نديرو بها اخويا. غير مسموح بها انا متفق معك ولكن اون دو فيغ لي فور سينو غادي نبقاو في الرجعيه. ما عندما قدروش نديروا لي فور انت اللي باغي دير لي فور راه مؤسسات كبار منك وكبار مني انا مؤسسات كبيره دينيه ومؤسسات حاكمه وهذا ما قال لك اسد لي فور ما يديرش فهمتي سير تلو تلاح في البحر وهذا ستان بلوكاج يعني دي باريير ا لونتري انت باقي ما درتي حتى لينيسياتيف وكتقول ما يمكنش يعني هذا ستان بلوكاج بسيكولوجيك بدا بعدا انا شوف انا درنا لينيسياتيف الناس راه تجاوزوه تجاوزوه بلا اللي تبتوا له جد والدين امهم جات دوالو رغماتهم ب 1962 بان العبوديه شي حاجه ممنوعه عالميا رغمه الله ديالك ورغمه الرسول ديالك باش ما يديرش هذه الممارسه ولكن راه باقي عندك في الكتابات وباقي كتامن بها انت وباقي كتعبد لله الله ملي كتقف تصلي وتقول انحر بالحر والعبد وهذوك تعبد بها الله ديالك. تفضلوا اخوان تفضلوا. اوكي ومني كنجيو كنشوفوا دابا هاد الدول الكبار اللي عندهم قوانين ايتو حقوق الانسان راه حتى ما كيمارسوا العبوديه كاين الاسكلافاجيزم سيكسويال كاين لي غير ملي كيكونوا لي غير في اوكرانيا شحال خفوا من اوكرانيا قتلوها واغتصبوها شحال في الامازيغ في الجواز هجموا علينا حنايا في الجزائر وفي المغرب شحال قتلوا منا واغتصبونا شحال. جميل جدا هادوك مجرمين مثلهم مثل الله ديالك وراسو ديالك مجرمين باعتراف الجميع ايه مثل الله ديالك ورسول ديالك اللي نضر العبوديه ومارسها. رسول ديالك كان ناعس مع جوج عبدات عنده عبده كينعس معها سميتها ماريا وعنده عبده سميتها ريحانه كينعس معها عبده ماشي مراته كينعس معها لي سكلافاجين سيكسيال ديالك. هذه اخويا سهيل ماشي عبده ايه هديه بنادم هديه بنادم هديه تانا تاني نجي نقول لك عطيني ما عرفت شنو هديه اخويا سهيل فوقاش لانيفرسير تاعك عاد نصيفطوا لك شي هديه اش بالك اخويا بيا اللي غفى هذا الشيء هذا اسكو انت داكور اخ نبيل انا بغيت مع نبيل بغيت مع نبيل اخ نبيل اخ نبيل نسولك واحد السؤال واش دابا انت كتشوف هاد الدين هذا صالح لكل زمان ومكان غير تقول لي لا راه صافي تقادت الهضره صافي بالراس اللي كان لا ما صالحش ولكن وبلاتي ما صالحش ولكن اون بو موديفي دي شوز كي سون مينيم الى دبطي هاد لي اللي عايشين فيه هاويل على موديفي هاويل على موديفي لا ولا قد قب قد سطل ادابتي هاويل على موديفي هاويل على موديفي تا من نيتك الشريف تا وليتي نطلعوك في السماء ونحطو لك كرسي ونهزوه 8 الملائكه تا ونسميوك نبيل الاله هاويل على موديفي راه كاين الفلسفه المثاليه بغينا نمشيو غير دوقاب دوقاب يا اللي احنا ما فهمناهاش اخويا واش من دوقره لا علاقه لها بواحد الانسان مثالي لا علاقه لها بالفلسفه المثاليه ها جوج ديال الحوايج انت كتهضر على واحد الانسان كيتصرف واحد التصرف وهذاك التصرف يعني مثالي يعني بارفي ولكن كنهضروا على الفلسفه المثاليه اشنا هما المواضيع المطروحه يا كاين الفلسفه المثاليه وكاينه الفلسفه الماديه ولكن ما كاينش واحد الانسان مادي واحد الانسان مثالي واش فهمت فين كاين الموضوع هنايا طاير سولكم على الفلسفه المثاليه ماشي الانسان المثالي لا علاقه اخويا بيا اللي نورنا اخويا حنا راه والله العظيم الا راه زيرو قولنا حنا على قدنا اخويا لكم انا غير درت هاد لوبسيفاسيون باش كنهضروا على الفلسفه المثاليه هي كنهضروا على اشنو العكس ديال المثالي هو المادي يعني كتبدا تهضر في الخلق شكون هذا اللي خلق هاد شكون خلق منين جا هاد الوجود يعني ماهيه الوجود ولكن ما كنهضروش على واحد الانسان مثالي كنهضروا على واحد فلسفه مثاليه فكر مثالي يعني اشنو هما المواضيع اللي كيطرحوا في الفكر المثالي ولا الفلسفه المثاليه
خويا طير راك انا غير يعني هذاك التوضيح اللي عطاه الاخ ديالي هو هذاك يعني كاين الماديه والمثاليه اش كتعني مثالي اش كتعني مثالي مثالي هو يمكن اللي ما تغلطش يعني انت واحد الانسان بحال اللي ما تغلطش ما كاينش اللي يصحح لك ولا بحال هكذا انا فهمتها هو واحد الانسان هو واحد الانسان يضرب به المثل دابا فاش كنهضروا على المثاليه في الفلسفه السؤال ديال الطير كان على المثاليه في الفلسفة يعني أشنا هو الدراسة اللي عندها علاقة بالمثالية في الفلسفة فاش كنهضروا على واحد الإنسان غير يضرب به المثال أشنا هما المعايير أنا كنظن خوسي كنبغي يهضر قبل مني خد تكمل لا كمل اخويا بيان لي كمل لا بغيتي تكمل انا بغيت هذا التفاعل مع الاخ سينيك مات كما بديتي الاخ بيان لي قلتي له صدعتينا حتى انا بغيت نقول له هذه الهضره هذه صدعنا دونك المثاليه بحال اللي قال لك المثاليه هذيك المدينه الفضيله كلشي تيبغي بعضياته وكاين غير الحب والبيس اند لوف حتى البوليس ما محتاجينهمش كاع لا فريمون شو كونسيمون ماشي الاخوان شيء جميل اننا نسمعوا كاع كل واحد فينا كيعطي الراي ديالو الخاص وكنستافدوا مع بعضياتنا نكمل لك اخويا اخويا نكمل لك واحد 30 ثانيه الا كان ممكن اخويا شكرا قلت لك صدعتي لنا راسنا بواحد ماشي حاجه سلبيه لا تفاعلا معك مقبل وانت سمعت تتهضر انا بغيت نعرف الكون كبير والكون ما عارفين عليه والو وفي الله 0.00 اللي عارفين منه وبغينا نعرفوا كل شيء وانا غنجاوبك واحد الخطاب تيديروا الاخ ديالي بزاف هنايا خطاب ديال الصاعقه تيقول لك هاد الناس هادو ما تهضرش دابا عليك تهضر دابا حنايا على الناس العرب المسلمين اللي ما عارفين تا شي حاجه ما قارين تا شي حاجه ما تهضرش عليك اخ سينيك والله ما تنهضر عليك انا ما تنعرفكش نتايا كاع ما تهضر بصفه عامه الانسان المسلم تيكون عنده بعض المعلومات قليله وهذا ليس شي حاجه خايبه ابدا لا ولكن تيبغي يتجبح انه بغى يعرف شي حاجه اللي بعيده عليه بحال دابا شي دري صغير بغى يعرف شي حاجه في الفيزياء الكميه واش غادي يفهمها ما يمكنلوش يفهمها والناس حتى بيطانهم كما تيقول بيالي ما تيغسلوهمش عباد الله تيمشوا بالصنال الميكا في الجبال تيمشوا هذا كيفاش بغيتيه هو يفهم الوجود ويفهم الرب والربوبية ويفهم الكون ويفهم منين جا الكون وشنو بغى الكون وش تنديروا بالكون والأبعاد الكون والمسافة والزمان وزيد 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 ذاك الشيء اللي تيسمع شي حاجة في يوتيوب وتيجي وتيقول لك وهذا الكون هذا لازم غادي يكون شي حاجة اللي خلقه وحتى أنا ما عارفش أنا لا أدري وأنا هذا وأنا هذا حتى جبوع بهذا الهضره بحال هكا اللي ما تهضرش أنا جوست أنا ما تهضرش على سينك تهضر بصفة عامة كاينين بزاف تيهضروا بهذا الخطاب بحال هكا ولكن حنايا هاد الغرفة كما تيقول لك بيان لي حنا راه ما تهضروش في هذا الشيء هذا حنا باش يسوقنا هذا الكون يكون عنده رب الأرباب اللي خلقوا بداك الشيء حنا ما تيهمناش حنا كما تنهضروا كما قالت لك فول لا واش تتآمن بالإله محمد الإله ديال الإسلام هذا علاش تنهضروا حنا هذا هو اللي حنا مسببنا مشكل مسببنا الإرهاق ومسببنا المشاكل في حياتنا والتعصبات والإرهاقات وزيد 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 هذا هو المشكل اللي حنا عندنا في علاش حنا تنجيو لهاد الغرفة على هاد الشيء هذا اما كون كنت انت انسان سويدي نرويجي عايش في واحد العالم اخر وباغي تعرف داكشي ديال الفيزياء وداكشي اللي بعيد وداكشي اللي كثير باش تفهم ويمكن تقول راه واحد التامل راه كاين واحد الرب الارباب الاكوان والعوالم الموازيه وداكشي والطاقه النوويه والطاقه الذريه وداك ومزيان ولكن حنا يا صاحبي راه بيطنا ما تغسلوهمش يا صاحبي وراه حنا شعب متخلف متكلخ شعب مستهلك
فين غادي نفهموا حنا داكشي يا صاحبي؟ راه بعيد علينا هادشي. راه هاد الخطاب اللي تنقول لك اخويا راه تيقولوا بيا شحال مره سمعتو انا تنقول داكشي اللي تيقول بيا ليا بواحد الطريقه اخرى. ما يكفر يا اخويا. انا متفق معك جوزي. انا خصك غير تعرف واحد القضيه. انا اول حاجه من جيت بقيت نسول انا ما رانيش جيت يعني جيت نسولكم باش شي واحد يعطيني السر ديال وجود هذا الكون هذا. نو 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 انا مي كنت كنسولكم راه انا ماشي كان يعني مثلا غادي شي نستنى شي واحد يعطيني شي معلومه باش توريني هذا الكون كي دارجع. نو انا كيعجبني نعرف مثلا كل واحد يعني والتصور ديالو يعني الطريقه ديال التصور ديالك فهاد السؤال اللي فهمتني. اما باش غادي تعطيني السر ديال هاد الوجود ولا نو انا ما جيتش انا مانيش غبي انا نسولك انا منين جا هاد الكون باش انت تقول لي السر او تقول لي السر. فهمتني يا جوزي؟ راه غيرك ما راكش فاهم ما راكش فاهمني وصافي. اولا انا ما سميتوش جوزي راه سميتو خوسي. ايوا جوزي حنا كان بالفرنسية نقولو جوزي. خوسي ماريا خوسي ماريا اولا زبال. يا خوسي حيت هو كاين في اسبانيا اذا خصك تاسومي بانه بغى يقولها بالسبانيونية لذلك فسميتو خوسي. دابا سبحان الله في الجمال ديال سيدنا يوسف هكا خوسي بوغوس مع راسك عرفتي ابدا اخويا قبيح الخلقة قصير القامة بطن كبير وغليظ ليش شفني تهرب مني؟ كل عندك الروح جميلة الداخل ديالك جميل جميل بحال انا مثلا نبغي نعرف مثلا كينطرح شي سؤال على بيالير ويعطيني غير داك التصور ديالو ما يشرح لي ما يقوليش منين جا هاد الشيء ولا غير بحال الطريقه ما عرف كي نقول لها كاع. تفضل اخي شوف اخ سينيك دابا كانوا الناس كيعتقدوا بانه كاين واحد العالم مثالي وواحد العالم مادي. اوكي ديك الفكره ديال العالم المثالي ما بقاتش. اوكي ما كاينش واحد العالم مثالي كاين عالم مادي. اوكي علاش؟ حيت العالم المثالي كيفتقر لدي كاليتي مادية. اوكي اذا هنايا ولينا مسألة ديال العالم المثالي ما كيناش. هذه فلسفة قديمة كتقولوا هي اللي كيتبعوا الأديان تيقول لك كاين واحد العالم مثالي يس غادي تمشي للجنة ولكن الجنة ما فيها حتى شي حاجة مادية كلها مثالية. هذا هو الفكر ديالهم. إذن باش غادي تثبت واحد الحاجة اللي ما عندهاش دي كاليتي فيزيك كيفاش غادي تبرر الوجود ديالها إلا ما عندهاش دي كاليتي فيزيك؟ وحنا لا سيونس كتعامل مع دي كاليتي فيزيك. حتى فاش كتهضر على لي فيبراسيون سون دي كاليتي فيزيك. اذا العالم المثالي نيكزيست با. الانسان فاش كيموت كيمشي لواحد ستيت اوف نون اكزيستنس كيدخل في واحد العالم ديال لا وجود. اوكي هذا هو الفكرة ديال واحد الإنسان اللي ما كيأمنش بالمثالية. المثالية فلسفة قديمة. شنا هي المثالية؟ هي ما فيها شي حاجة مادي ولكن عندها وجود. أوكي باش غادي تبرر الوجود ديال واحد الحاجة اللي ما عندهاش دي كاليتي فيزيك.
هنا كنهضروا على المادية ياك الإخوان، قريناش على ديك المادية ديالكتيكية شي لعب درنا حتى ما يسمى بالمادية ترانسوندونتالية حتى هي ديال هادشي البرنامج ديال الفلسفة البروغرام ديال الفلسفة ديال تيرمينال زيد شوية في الصوت أنزار إلى ممكن هي ربما تكون كتسمعني دابا هذاك هو المقرر ديال الفلسفة واحد لقيتها ديال داك الكتاب ديال الجابري والسطاتي يا بغيت غير نقول بيال هي ربما تكون كما قال فلسفة قديمة وقديمة ولكن السي بيالير يعني راها باقية كسلوك راه باقي الناس اللي كتبغي تكون يعني يا هما الناس عرفتش كي غادي نقولها إذا كتآمن بوجود الخالق إذا أنت كتآمن بواحد شي حاجة ميتافيزيك يعني لا علاقة لها بالمادة ميتافيزيك يعني above الماديات إذن هاد الناس اللي كيأمنوا بوجود واحد الإله كيأمنوا بالعالم المثالي كيأمن بأن واحد الله راه معاه ديما فين ما مشى ولكن ما كيشوفوش إذن هذا عنده واحد الفكر مثالي كيأمن بأن واحد الحاجة إكزيست وخا ما عندك عليها حتى شي دليل لحقاش الدليل يقام على الماديات شي حاجة عندها علاقة بحواس الإدراك يا إما كتشمها يا إما كتوزنها يا إما كتجبدها يا إما كتحرقها يا إما لكن باش نأمنوا بواحد الحاجة بأنها ستين غياليتي 100% وما عندنا عليها حتى شي دليل أنا كيبان ليا بحال شي واحد ما كيعرفش يقمر أوكي تحط لي اللوتري ويخسر فيه جوج المليون يسحب راسو راه غادي يربح اوكي هادشي اللي وقع اذا انا خويا باش ما نطولوش السنيك باش ما نطولوش هذا المثاليا ما عندها حتى شي هو واحد العلم اللي هو ضروري اوكي ضروري ولكن كله خساره ولكن ضروري في البروسيس ديال الانسان يوعب مهمة العقل إلا كتآمن بأن شي حاجة ما عندكش عليها دليل وكتآمن بأنها عندها وجود فأنت تسيء استعمال العقل العقل يعتمد على الحجة والدليل والبرهان هو علاش كيعتمد العقل إذن هناش كيعني أنما الإنسانية ما فهمتش أشنا هي لا فونكسيون ديال العقل وماشي شي حاجة غريبة حيت 3000 سنة هذه ما كناش كنعرفوا فين كاين العقل إذن باش المنطلق ديالك غير 3000 سنة هذه ما كنتيش كتعرف فين كاين العقل إذن عندك واحد لا جوغني طويلة باش تفهمه خصوصا أن العقل هو الموين دادابتاسيون ديالنا كإنسانية يعني كنعتمدوا على العقل في الوجود ديالنا كاع الكائنات كيديروها ولكن كيديروها كيتأقلموا مع البيئة ما كيغيروش البيئة باش يتأقلموا معها وهذه هي لا ديفيرونس ما بين الإنسان والحيوان في هذه المسألة ديال الدابتاسيون إذن حنايا أشوق علينا أنه ضروري أنك غادي ما تعرفش كيفاش تستخدم العقل ديالك اللي هو لا غيزون ديتر ديالك هنا لا كوز ديال الوجود ديالك هو العقل كل ما كانش العقل ما كنتيش غادي تلقى الدول الأمراض مثلا إذن هنا هي المشكل ديالنا إلا كان أمنوا بأن واحد الحاجة ما كيناش رغم واحد الحاجة كينا رغم أن ما عندنا عليها حتى شي دليل
إذن هنا تسيء العقل بحال هادشي ديال المعتقدات. هادشي ديال المعتقد شي حاجة خصها تخرج، خص الإنسان يعيش الماديات ويعيش ويقلب على الهدف ديالو هو البقاء، ما خصش يبدا يهمو فين غادي يمشي، خص يكون الهدف ديالو هو البقاء. ديك الساعة غادي تعرف هذاك الإنسان ولا براغماتي 100% أنه كيشد الطاقة ديالو كيوفرها الوجود ديالو، من غير لك تنتا هو إيلون ماسك وبغي تخدم المصلحة ديال الدوزيام ولا تغوزيام جينيراسيون ولا شي حاجة. كاينش واحد الإنسان مثالي، واحد الإنسان مثالي في واحد البيئة، تخرجوا من هذيك البيئة تدخلوا البيئة أخرى، هذيك المثالية ديالو غادي تعتبر شي حاجة inconvenient، غادي تعتبرها شي حاجة اللي ماشي مثالية. هادشي اللي كتهضروا على الأشخاص، لكن هضروا على المثالية عند واحد الشخص، أنا كنظن واحد المثالي إلا كان في واحد الوسط، مثلا واحد الإنسان اللي كان كيغزي وكيسبي النساء، هذاك بالنسبة ليهم كان إنسان مثالي. اوكي، ولكن ديال واحد المجتمع اخر ما بقاش انسان مثالي. بحال الا شديتي شي واحد من لاغريس من اليونان وتحطه في فرنسا، اليونانيين عندهم الا تقرع عندهم دنيا هانيه عاديتهم، سمحوا لي على، ولكن الا دخل فرنسا الا تقرع بحال اخرى ولا تقيا ولا شي حاجه. اشنو هو واحد الانسان مثالي؟ واحد الانسان مثالي هو واحد الانسان اول حاجه انا كنظن الا كتقلب على المثاليه في الانسان وصعيب هذه المساله، هو انك ما تضرش الانسان الاخر. صعيب تطبق هذه القضيه حيت كتعيش، احنا كنعيشوا على نقص ديال الاخرين، كلنا ميتيالمون ولا ريسيبروكمون كلنا كنتغداو من بعضياتنا. يعني داك القانون ديال داك القانون الطبيعي ديال الحيوان الكبير ياكل الحيوان الصغير، والحوتة الكبيرة كتاكل الحوتة الصغيرة، خدامة عندنا حنايا، لحقاش هادي سنة الوجود لا بد من نستعملوها، واستعملناها بطريقة اللي كتبان شوية كتغطي على داك الفاكت بأن المسألة عندها علاقة بهاد القاعدة ديال big fish eats the small fish. دابا فهمنا مثلا بيانتلير ديك القضيه اللي قلت ديال، يعني اللي فهمت انا من الكلام ديالك، دابا المثاليين نلقاوها غير في الانسان المتدين. كيفاش زعما المثاليين كاينه غير في الانسان المتدين؟ راه قالها في الاولى اصلا ديال اللي راه قالها في الاولى. دابا واش المثاليه هي الجهل؟ قلت لك تفقرب على جوج. دابا فاش كنهضروا من منظور فلسفي، يعني كيتعلق بماهية الوجود، اوكي، اذا كنهضروا على المثالية. فهذاك راه قلنا لك بالنسبة للانسان سي تان اكزامبل، اوكي، ماشي مثالي بمعنى انه بارفي، نو، مثالي حيت يضرب به المثل. بحال كتقول شي واحد يكون اكزومبلير مثلا، اوكي، راه ما كتعنيش واحد الانسان مثالي بهذاك المنطق اللي كتقول واحد الانسان. اشنا اولا ما يمكنش تطبقها على انسان، هذه كتطبقها على فكر ماشي على واحد الانسان.
الفكر ديال المثاليه اللي عنده علاقه بشي ناس كيعتقدوا بان كاين واحد القوه او السلوك ديال اللي مثلا شي واحد بخيل غضرب بيه. كنهضروا على السلوك ديال الانسان، ولكن فاش كنهضروا على الانسان ما كنهضروش على المثاليه بنفس المفهوم اللي كنهضروا على المثاليه فاش كنهضروا في الفلسفه. يعني عندنا كلمه واحده ولكن عندها دو سينونيم، ماشي دو سينونيم ولكن تستعمل فاش كنستعملوها مع الانسان كنظنوا بان اوكي هذاك المساله عندها علاقه بالبيرفكسيونمون. ديما كيكون غيلاتيف، ما يمكنش واحد الانسان يكون بارفي بارتو. لحقاش خصك تكون بارفي غيلاتيف اكي؟ اذا هنا البيرفكسيونمون كيكون شي حاجه غيلاتيف. إلا جيتي عندنا حنا مثلا المجتمع ديالنا، واحد الانسان بارفي هو واحد الانسان اللي كيصلي بزاف وكيصوم بزاف وكيخاف الله وما كيسكرش وما كيزنيش، ولكن واش هذا هو المعيار اللي غادي نحطوه مع دوله مثلا في اوروبا ولا في اسيا؟ نقول لهم حنا هادو هما المعايير ديالنا. اذا هنا ما كاينش واحد المعيار انستيتيسيونيل أننا نطبقوه في أي بلاصة في العالم. أنا ما عارف صدعتينا والله إلا ضايتينا في راسنا بالمثالية. سينيك ما نعاودش بيا اللي صافي واش غادي نبقاو حنا نجبدو فيها؟ أنا جبدنا شدينا المثالية وجبدناها. بغيتي تكون مثالي إذن ما كتعرفش الوظيفة ديال العقل ديالك، هذه هي. بغيتي تجي تقول لي كاينه واحد الحاجة ولكن سمح لي عندي عليها زيرو دليل. زيرو دليل اش كتعني؟ كتعني it doesn't exist. زيرو دليل هي دليل في حد ذاته على أنه ما كيناش. أوكي، إذا أنت كتستعمل واحد الأرغيومون اللي كون كونتر بروداكتيف ليك نتايا. أوكي، إلا كتستعمل بأن أنا مثالي كاين واحد الحاجة أشنو هو الدليل؟ زيرو. وبطبيعة الحال أنت وليتي كتلعب الدور ديالي، أنا اللي خصني نقول لك ما كاين الدليل. هذا الشيء اللي كتقول أنت هذا الأرغيومون ديالي، أنا اللي خصني نقوله لك أنت. إذا المثالية ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجة مثالية. إمتى كتكون المثالية؟ هو أنه الوقت فاش كيعود الإنسان يسحب راسه خرية كبيرة، فهمتي؟ أنه كيختلف على قاع هاد 90 مليار بلا ما عرفت شحال ديال لي زيسبيس اللي عاشوا في هاد الكرة الأرضية. دابا كنعيشوا 1% تال 2% ديال لي زيسبيس اللي كانوا في هاد الكرة الأرضية. 98% مشاو ما بقاوش. أنا كنوض تنقول أوكي أنا حسن من هاد، غير لي زيسبيس اللي كنعيشو معاهم دابا 8 د المليون، ما بين 7 و 8 د المليون ديال لي زيسبيس، انا واحد منهم. اوكي، وانا هو الوحيد اللي هاد الخالق خصو يهضر معاه وخصو يفهمو المثاليه وخصو يثيق بالمثاليه. ان هذا احنا عندنا واحد ليكسي في الانتليجنس ديالنا كإنسان. اوكي، هذاك ليكسي انديسبونسابل باش يكون عندنا باش نضمنوا البقاء ديالنا. اوكي، وهذاك ليكسي داخل فيه الكابابيليتي باش تسأل سؤال بهذا الماغنيتود. هو من خلق الوجود. اوكي، انا كنعتقد ان هاد لي زيسبيس كاع اللي كيعيشوا الانتيليجنس ديالهم ما كتوصلهمش يتسألوا من خلق الوجود. شي طفره وقعت الانسان
ولا الانتليجنس ديالو تفوقات لدرجة أنك تسأل هذا السؤال. واش إلا سولت السؤال يعني كاين الجواب؟ واش فاش كتسول السؤال واش عندك كتضمن بأنه كاين الجواب؟ ما كتضمنش كتعني بأنك سولتي السؤال. دابا واش هاد السؤال نيسيسيغ؟ واش عنده شي علاقة بالبقاء ديالنا؟ إذا ما كانش عنده علاقة بالبقاء ديالنا is a waste of time، راه ضياع ديال الوقت. حيث حنا كإنسان أكبر حاجة والهدف ديالنا هو البقاء، كل شيء داك الشيء اللي فيك عنده علاقة بالبقاء ديالك. واش هاد السؤال عنده علاقة بالبقاء ديالك؟ وهنا بطبيعة الحال كنهضروا على البقاء. البقاء شي حاجة مهم، غير باش نفندو هاد المسألة ديال التدين. لحقاش التدين ماشي شي حاجة صعيبة عليك تغلبها. هاد المنطق ديال الدين ماشي شي حاجة كنظن ساهل بزاف أن هاد المنطق ديال الدين تريبه، سهلة بزاف لواحد درجة أخويا. غير الطريقة باش كيدخل الإنسان للدين طريقة شوية معقدة. أوكي، الدين كيدخل الإنسان في واحد الوقت صغير. أنا ممكنش جيب لي شي واحد دابا في عمره 18 عام ولا 20 عام وأول مرة كيسمع بالدين وغادي يتيق بي. إن فوا غنقول لي راه كاين واحد الخالق وراه الخالق هضر مع الإنسان، غادي يقول لي نوم هاد الشيء اللي كتقول دازن هذا ما كي، هاد الشيء ماشي منطقي أن واحد الإله كيهضر مع الإنسان. ولكن صعيبة حيت كنكونوا حنا كيوقع واحد البرين واشين، يعني عندك واحد الحقيقة اللي كاينة في اللاوعي ديالك. أوكي، هذا هو التلقين. أوكي، كاينة واحد الحقيقة ولكن في اللاوعي ديالك أنها حقيقة، يعني أن الوعي ديالك ما عمرو تعامل معها، ما عمرو جربها، ما عمرو دوزها من الفلتر ديالو. ها، إذن تخيل هذا البارادوكس. أوكي، أن عندك حقيقة مثبتة ولكن فين كاينه في اللاوعي ديالك. باش تعرفها حقيقة خص تكون في الوعي ديالك باش تعرفها حقيقة. ولكن دابا انت في واحد لوكا اللي هي حقيقة ولكن كاينه في اللاوعي ديالك. اشنا هو اللاوعي؟ اللاوعي هو كاع دوك لي زانفورماسيون اللي دخلوا لك الدماغ ديالك قبل ما يكبر المخ ديالك. اوكي، بحيلا المخ ديالك كان ما كاملش، ما كيقومش بالوظيفه ديالو ديال الفلتراسيون والاناليز ديال لانفورماسيون. هذا هو الوظيفه ديال العقل. دابا كاينه الحقائق دخلوا للمخ ديالك ولكن العقل ديالك كان اون فوا دو اون فوا دو ديفلوبمون. فاش كتجي عند واحد الطفل في عمره 6 سنين كتقول ليه اللي خلق الوجود هو الله ومحمد نبي الله وجبريل هو الواسطة، فهذاك الوقت كيكون الدماغ ديال الانسان كيدخل هاد لافورماسيون وكيستوريها. هادي سيتين غياليتي وهذه هي البيلر، هذا هو علاش غادي نبني الحياة ديالي. أوكي، إذن هنا أش عندنا؟ عندنا واحد الحقيقة كاينة في اللاوعي ديال الإنسان
داكشي علاش كتلقى معاه مشكل باش تشرح ليه الدين وتقول ليه اجي نشرح ليك المنطق ديال الدين، حيت هو المنطق ديالو كيعتمد على هذيك الحقيقه اللي كاينه في اللاوعي ديالو. اذا هنا فين كاين المشكل ديال هاو، كيفاش غادي نهضر مع هذا الانسان، كيفاش غادي ندخل العقل ديال هذا الانسان ونبين ليه الحقيقه. هو عنده واحد الحقيقه في اللاوعي ديالو. اشنو هي الحقيقه في اللاوعي ديالك؟ الحقيقه في اللاوعي ديالك هو عندك غير بزاف ديال الاجوبه لشي اسئله اللي انت ما عمرك سولتيهم. هذا هو اللاوعي، هذا هو التلقين. عندك اجوبه ولكن انت ما عمرك سولتي. دابا الطفل لحيتي منه داك الضوضاء اللي دايره بيه الله وداك الشيء، كتظن بان الطفل في عمره 6 سنين غادي يسولك شكون خلق هذا الوجود؟ اوكي، الطفل ما غاديش يسولك هذاك السؤال. اذا انت اش درتي دابا؟ اذا سولتي دابا الطفل في عمره 6 سنين تقول لي شكون خلق هذا الشيء كامل، غادي يقول لك الله. ولكن واش هو كابابل ان يطرح هذا السؤال؟ واش العقل ديالو الاج دو سيزون كابابل انه يطرح هذا السؤال؟ نو، ماشي كابابل. اذن اش عنده في الدماغ ديالو؟ عنده اجوبه ولكن ما عندوش الاسئله. ونورمالمون الدماغ كيخدم كياخذ السؤال سكيبتيسيزم الشك، كتاخذ واحد السؤال بالمنطق ديالك ولا خوفا على البقاء ديالك ولا المصلحه ديالك ولا، وكتطرح السؤال وكتلقى ليه الجواب ديالو. اوكي، ولكن الاصل خصك انت تطرح السؤال. فكتمشي عند واحد الانسان كتقول ليه مثلا الله هضر مع محمد، هو اصلا ما قادرش يسول هذاك السؤال. اذا الا ما قادرش يسول السؤال حيت سؤال كبير، هذا سؤال فلسفي. ولا تقول الطفل شكون يخلق هذا، يقول لك هو الله، غتقول له اوكي انت طفل، انت باقي كتعامل مع شي حوايج اللي قريبه ليك، يعني كيفاش ناكل كيفاش نشرب، واش العافيه سخونه بزاف، واش هادي اوكي. اذا هنايا اش عنده في الدماغ ديالو؟ عنده اجوبه والسؤال ما عمرو سولو، وهذا هو لانكونسيو. دابا فاش كتهضر مع الانسان اش كيدير؟ كيمشي يحل هذوك الدماغ. فاش كتسول واحد الانسان متدين دابا كتسولو على الدين، كيمشي كيحل نفس الصنادق اللي فيهم الاجوبه وكيجبد ليك. ها كتقول ليه من خلق، شكون خلق هذا الوجود، تيمشي لواحد الصندوق جاهز هو اصلا ما عمرو سول. إذن هنا كيكون العقل غائب، لحقاش لانفورماسيون اللي كتمشي ليها انت في ستورج ديالك في لافونتير ديالك، هذيك لانفورماسيون اصلا الدماغ ديالك لا علاقه له بها. بحال كيف مدنا في الثقافه ديالنا كنتزوجوا بواحد الطرق اللي لا علاقه لنا بها، ما فكرنا فيها، ما قلنا بان هذه احسن طريقه، ما ناض الرجل والمراه ريحوا اتفقوا عليها بانها احسن طريقه، ناثين، شدينا واحد الحاجه وابلايناها. اذا هنا العقل غائب. دابا المشكل هو هاد الناس تيقولوا لك حنايا عندنا الحق. علاش عندك الحق؟ حيت عندك الواحد الجواب لواحد السؤال اصلا انت ما عمرك سولتي، هذاك الشيء علاش عندك الحق. اذا انايا ما استعملتيش العقل ديالك. اذا هاد المساله ديال الدين
لا دخل لا علاقة لها بالعقل. يعني احنا اصلا ما خصناش نكونوا كنهضروا عليها قطعا. علاش؟ حيت حنايا سيتو في هذا المجال داك لانتيرميدياغ ولا ديك صلة الوصل اللي بيني وبين واحد الانسان اخر هو العقل ديالو. اذا كنظن حتى فاش كتهضر معاه بالعقل على الدين فانت يا اوغ سوجي. الدين لا يناقش بالعقل، كتدخلش بالمنطق. ما المنطق كيقول لك الدين اكزيست با، هذا هو اللي كاين. اذا هنا كنطالبوا الناس يستعملوا العقل ديالهم في الدين. ولكن علاش حنا كنهضروا، علاش كنتناقشوا في الدين ورغم ان الدين لا علاقه له بالعقل؟ حيت هاد الناس تيقولوا لنا حنا عندنا الحق، ماشي تيقول لك. انا كنعرفهم ناس هنايا دابا عنده الدين معتقد، يعني هاد المساله ديال المعتقد كنظن الاوروبيين كيفهموها، كيفهموها مزيان، والدليل على ذلك ما كيهضروش عليها. وإلا هضروا عليها غير الا جا شي واحد خو من شي دين خر قال لهم انا عندي الحق وانتم خاطئين. وهذا الوعي ديالهم احنا باقين كمسلمين بعاد عليه، حيث الدين ديالنا ما كيتقبلش هذا المبدأ انك تعترف بان المعتقد شي حاجة بيرسونيل. اوكي قالها الاسلام، قال لك لكم دينكم ولي ديني، ولكن من بعد قال لك تاني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. اوكي اذا هنايا هذا هو المشكل ديالنا، هو انه ما دابا النمط ديال العيش ديال قريش فرض على الدين انه ما تكونش فيه ديك الحريه ديال الدين. سمعتي؟ حيت الموضوع ولا كيتعلق بالغنيمه، والغنيمه هي سر وجود قريش في الجزيرة العربية. ما عندهم شي طريقة أخرى باش يكونوا تماك. الطريقة الوحيدة عندهم هو أن خصك ترخص لهم السرقة والنهب والسطو والسبي والغزو والجهاد وداكشي كامل. وهذا هو العمق ديال الدين. الدين الإسلامي حاول ما أمكن يكون واحد الإكستنسيون امتداد للديانات الأخرى والإنسانية في هذا المجال ديال الدين. يعني حاول ما أمكن، ولكن نمط العيش هو اللي خلق ليه واحد البارير، خلق ليه واحد العقبة، خلق ليه مشكل أنه ما يمكنش يبقى امتداد الإنسانية وفيه الكاركتير ديال الغزو. وهالشي كان ضرورة أن الدين يكون، كون ما كانش فيه الغزو حتى واحد ما غادي يتبع الدين الإسلامي، حيث الناس كان الهدف ديالهم هو survival، يعني هو البقاء. هادو هما الناس. فاش كيكون واحد الإنسان عايش في الصحراء كيكون الهدف ديالو هو البقاء، فاش كيكون الهدف ديالك هو البقاء انت كتعود كنسومت تي كونسومي، انت كتعود كونسومي ما يمكنش دير شي حاجه اخرى. راه هاد المساله هادي خصنا، حيت فاش كنهضروا على ان الاسلام غادي يجيب لك شي فكر بوزيتيف. الفكر بوزيتيف هذاك ابداع. الابداع ما كيكونش الا كان عندك مشكل في تقدر، ولكن الا بغيتي تتحدى البيئه اللي كتعيش فيها. اوكي وهذا الشيء اللي وقع، وهذا الشيء كنظن اللي ما وقعش في الاسلام.
إذن صعيب أنك تدير واحد وهذا هو الحاجة الكبيرة اللي أثرت على الدين هو الغنيمة. وفعلا باش كتقلب البيئة ديالهم كتقول لهم هاد الناس راه خصهم شي حاجة يعيشوا بها، راه ما يمكنش يحرثوا الأرض، ما يمكنش يحرثوا الأرض، إذا ما يمكنش يكون عندهم وجود. هذه مسألة معروفة، كتطلع الكرة الأرضية جميع الحضارات بغيتي تبنيها خصك تكون حدا الواد ولا خصك تكون حدا الجبل. فاش كتقول جبل إذا أوتوماتيكمو عندك الماء أوكي وعندك الغابات وعندك، وهذا هو واحد العامل ديال البيئة اللي خطير سيتو كيهمنا حنايا، كيهمنا حنا حيت عندنا الدين والثقافة بجوج، خديناهم من هاد الناس ديال قريش، خدينا منهم الثقافة ديالهم حيت الطبيعة ديال الدين هو هذاك الدين. ما الدين في واحد الكاركتيريستيك لواحد الكريتير ديال الهيمنة، أنه فاش كي هذاك كيهيمن عليك كيسيطر عليك كلك، الوقت ديالك، الشخصية ديالك، الانتماء ديالك، الهوية ديالك، في هاد الكاركتيريستيك أنه كيشدك كيلتهمك كلك، الوقت ديالك كله كياخدو الطريقة باش كتزوج باش كتطلق باش كتخرب باش كتبول أي حاجة كدير في الحياة اللي كتلقى ها كيفاش خصك ديرها طبقا للدين الإسلامي. أوكي، وعلاش عنده هاد الكاركتيريستيك؟ ممكنش واحد الإنسان يخليك تدخل ليه في حياته بالطريقة، إنسان عزيز عليه الحرية دياله. ولكن ديما الإنسان كيضحي بالحرية دياله في سبيل البقاء ديالك، في سبيل البقاء دياله. أوكي، كتضحي بالحرية، تيجي تقول لك قتلك تقول ليه خذني سجين ولكن ما تقتلنيش، حيت كيبقى حب البقاء هو حاجة اللي قدر نقوله مقدسة عند الإنسان بلا لا يطريه ليه. أوكي، وفاش كتسلق قاعد شي كامل اللي كيشيط لك لتحت، كيشيط لك هو السيف، السيف في سبيل الاغتنام. وهذا هو علاش تبنى الدين الإسلامي. دابا حنا ما كيهمناش هاد الشي كامل، ولكن اللي كيهمنا هو الكاليتي ديال الفكر ديال هاد الناس، هو اللي كيهمنا، حيت الكاليتي ديال الفكر ديالهم هو باش كنعيشو دابا. الأقل خوتنا وعمامنا ووالدينا مجتمع، يعني احنا جينا تبنينا الفكر ديال شي ناس. انا كنظن حتى فاش كتشوف في الكرة الارضيه ما كتلقاش شي بلاصه اخرى من الجزيره العربيه على مستوى العيش، يعني اشنا هي المنطقه في العالم اللي كتوفر الإنسان ظروف العيش كتعطيه البروتينات باش يعيش. دابا كاين في العالم كاين دوز إكستريم، كاين واحد الإكستريم في القطب الشمالي، وكاين واحد الإكستريم اللي فيه الصحراء. هادو لدوز إكستريم ديال البيئة أو للمناخ اللي كتعيش الإنسانية. دابا فاش كنمشيو للإكستريم ديال الكولد ديال البرودة كنمشيو للقطب الشمالي، فاش كنمشيو للقطب الشمالي فهداك الإكستريم ديال البرودة ما كنلقاوش بنادم كيعيش تمايا. ولكن فاش كتمشي للإكستريم الاخر اللي فيه الصهد
كتلقى كيعيشوا فيه قريش، كتقول لوجيكمو الى غادي نمشيو اقصى البروده ما خصش يكون فيها الانسان، اذا فاش كنمشيو لاقصى الحراره خص ما يكونش فيه الانسان. هاد لي دو زيكستريم خصنا بجوج نحيدوهم، ولكن في لوكا ديالنا فاش مشينا للقطب الشمالي ما لقيناش بنادم قادر يعيش تما، ولكن فاش مشينا للجزيره العربيه لقينا بنادم قادر يعيش تما. اوكي، يعني ان هذا الموروث الانساني اللي الى قدرنا نسموه انساني اصلا ما خصناش ناخذوه من الجزيره العربيه. علاش؟ حيت داكشي اللي في الجزيره العربيه وكنشوفو ماشي كنهضروا من فراغ، كنشوفو اشنا هو لو ريزولطا، اشنو خدينا، اش جابوا لينا، اش جاب لينا الاسلام. جابنا واحد الحاجه اللي ما كايناش، هي ان الغزو، ان الحرب ولات الغزو او الحرب او الاستعمار، هادشي ولا كله ليغال. ماشي ليغال حيت البيئة فرضات على الدين ما يمكنش ينجح إلا ما كانش الغني محلال، حيت إلا جا الدين وحرم الغنيمة هادوك الناس ما غاديش يكونوا عندهم وجود، حيت ما يقدروش يعيشوا، وبطبيعة الحال ما غاديش يتبعوا الدين الإسلامي، حيت الدين الإسلامي ما حللش لهم السرقة. هادشي بارباريك، يعني همجي، هذا مجتمع همجي. اوكي، الإنسانية كلها همجية، ولكن هذيك الهمجية كتكون سبوراديك، مثلا كدوز 10 سنين كيديروا شويه ديال الهمجية، شي كدوز 15 عام كيخرجوا للحرب. هذه هي الهمجية، هي الهمجية ديال الانسان. اوكي، عندنا، ولكن عندنا سبوراديك في الحياة ديالنا. علاش؟ حيت الحياة ديالنا ما يمكنش تكون متوازنة الا كثرنا من الا ولا داك الشيء ديما ديما الحرب، اذا ما يمكنش ان نعيشوا احنا كنعيشوا ديما في حرب. ولكن تعيش ديما في حرب بالنسبه لواحد الانسان قريشي، راه هذاك الشيء هو اللي كيدير، راه ماشي هو كيمشي وكيبدا يزرع الزيتون ديالو والمطيشه ديالو داك الشيء وحصدو، نو، هذاك الانسان كيخرج وكيهجم على شي ناس اخرين، شي قافله دايزه، شي دوار، شي مدينه، شي اي حاجه كتحرك. إذن هنايا فاش كنجيو نشوفو تنقولو اوكي، الثقافة ديالنا درنا فيها واحد ديفو، خلقنا فيها واحد المعضلة كبيرة، حيت الدين، وكنقولو هادي ماشي غير الدين، الدين والعروبة، قلنا الدين راه كينكومباسين، كيجمع كل شيء، حتى الثقافة كتولي ثقافة دينية. علاش؟ حيت الاسلام ما جا ما نزلش كيهضر بالفم، جا كيهضر بالسيف. داكشي علاش فاض لينا شي حوايج نورمالمون ماشي في الطاقه ديالنا، ماشي من الطبيعي انك تقبل بان واحد الاله كيغتنم كيسبي النساء. يعني لو كان جد الدين يهضر غير بالفم بيدير ما ينتشرش لهاد الدرجه هادي، اكون جا انتشر الى جا شي بلاصه ماشي في الجزيره العربيه، كيف ما كان جا في بلايص اخرين وما جاش
وما استعملش السرقة والغزو والنهب والسبي وداك الشيء، ولكن دارها في الجزيرة العربية. أشنا هي الرسالة؟ الرسالة هي واحد الإيديولوجية كتبغي تبيعها على عباد الله. باش تبيعها خصك دير فيها شي حوايج اللي تعجب الكونسوماتور، بحال إلا بغيتي تبيع مثلا البغرير خص البغريرة تكون مدورة، وخص تكون فيها التقابيم قادين بحال الشهادة ديال النحل، فهمتي؟ تكون نطبة وداكشي كامل. علاش؟ حيت كتعرف هادوك المرأة ولا اللي غيجي يشري عندك البغرير، وما تقولش يا تاني ما عارش البغرير سينيك، ما نقولولوش البغرير، ما كنقولولوش البغرير. أولي تاني فك بليز، عرفتي اش غدير؟ خصنا باسبور باش ندخلو الوجدة دابا، خصكم ديروا لنا لابد باسبور باش نعودو ندخلو عندكم الوجدة أخي، إما باسبور إما ليسي باسي، ولكن نقدروش ندخلو ليها كدولة كمدينة مخيفية. شو كنقولو لخرينكو أبيال لخرينكو نو بصح كتقولوا لي خرينجو دابا خرينجو اللي عندنا هو داك اللي كديروا بالماكينه وكيخرج طويل، كيخرج هذاك هو الخرينجو. علاش كنقولوا له خرينجو؟ لان مخرج، لان ملي كتكون طيبه كيبقاو دوك البوا. اوكي دابا حتى الايديولوجيه فاش كتبيعها خصك دير فيها شي حوايج اللي يبغيهم الكونسوماتور ديال الايديولوجيه. اوكي اذا واحد الانسان اللي بغى يبيع الدين سا ديبون اش بغاو الناس اللي دايرين به، اشنو اللي غادي يعجبهم. فاش يكونوا ضد المثليه تيقول لهم انا ضد المثليه، فاش كيكون عندهم مع عاجبهم الإجهاض تيقول لهم أنا عاجبني الإجهاض. هكا كتبيع واحد الإيديولوجية. نفسي في الدين لمام برانسيب كتخدمو في الدين، كتقول لهم أوكي بغيت ننجح أنا في هاد الدين هذا نبيعو لعباد الله، حيت الدين كله ماركتين، الدين كله كل الكوميرسياليزاسيون ديال واحد الايديولوجية معينة، وانت كتبيع الدين ديالك. كتقول لهم اجيو عندي انا، الا جيتو عندي راني عندي الحجر الاسود، ولا بقيتي تدور على هذاك الحجر الاسود الذنوب ديالك كلهم كيتغفروا. اشنو كنبيع لك؟ انا كنبيع لك حياة في الجنة بعد الموت. أوكي. هو الفكرة كانت صغيرة ومصغرة بزاف في عهد قريش، حيت كانوا أكثر من 200 إله كيدوروا تما غير القبائل في هذه الجزيرة العربية، كانت أكثر من 800 قبيلة عربية. إذا الناس كانوا كيشوفوا داك الشيء بواحد الفكر صبياني، فهمتي؟ بواحد الفكر وطني. ولكن احنا خديناها بان راه توحيد الخالق، راه ماشي توحيد الخالق، راه توحيد الكعبه بوحدها، راه ماشي توحيد الخالق. اوكي الا بغيتي توحد اذا خصك تهز السيف، وهذا هو المشكل الكبير اللي عندنا في الدين هو التوحيد. التوحيد يعني اي واحد اخر ما قابلينوش، هذه اللي كتعني التوحيد. حنا فاش كنقراوها كناخذوها لايتلي بحال راه شي كلمه زوينه توحيد والله ما عزيزش عليه الشرك وداكشي، راه لا علاقه لها. هذا اكبر مشكل دانا مع الانسانيه، هو فرضنا ديك التوحيد. اوكي مسلم كيوحد، ولكن كيوحد مع الله، ماشي كيوحد مع المسيحيين
هما تيقول لك الديانة التوحيدية. الديانة التوحيدية الإسلام ماشي دين توحيدي بحال دين المسيحية ولا اليهودية. مسلم خصك تكون مسلم. التوحيد في الإسلام ماشي هو أشهد أن لا إله إلا الله. التوحيد في الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه هي اللي كتسمى الشهادة. التوحيد. أوكي. أشنو هذا؟ مشكلة كبيرة خلقتها مع المسيحي ومع اليهودي ومع البوذي ومع الشيعي ومع السني ومع البهائي ومع الأحمدي ومع إذن هذا هو إذن مثال أخ سينيك ديك المثالية واحد الإنسان مثالي. عندنا ناس مثاليين كيوقف معك بريزيدون ديال دولة وهز في الدو كاس ديال الويسكي اش غادي نسميه هذاك ماشي مثالي. الحياة كتجي هنا كتكتب التاريخ ديالك كتدوز التاريخ ديالك وطبيعة الحال التاريخ ديالك ديفيرون التاريخ ديال أي واحد في هذا الوجود. You come here, you live and you get the fuck out. شي اللي كدير عادي خصنا عسقف ياك ياك فلو هذا سبيطار كبير خصنا عسقف سيري قال لك والو من هنا طلعوا لي هذه المثالية فينا هي بغيت نعرف شنو هي المثالية. ليلي ما إلا قال لك بغيت نعرف شنو هي المثالية المهم خذ خذ اخويا جيراني مقرر قرد الناس هذو كسلاء كسالة ماشي كيدافع لا هو كاين واحد لا رياليتي في داكشي اللي كيقول ياكل الا الاخوان أنا يعني هنا بعينك كتقول الإنسان عنده حرية المعتقد وما خصناش نهضروا على الدين ياك لا بصح هو الإنسان عنده حرية المعتقد هذيك مسألة خاصة به هذا هو اللي خصنا نفهمه بأن هذيك المسألة انديفيديوال ما كتدخلش فيها جماعة ما فيهاش أنا أحسن منك ولا أنا عندي الحق وهذا هو المشكلة. المشكلة هو سوء فهم الدين. دابا مع المسلم المسلم عنده الدين والثقافة ما كيقدرش يفصل واحدة من الأخرى. الدين والثقافة ولا هوموجين ما تقدرش تقول هذا هو فين كيوقف الدين وهنا فين كتبدا الثقافة ياك إيرونس هالشي اللي بغيتي تقول؟ لا 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 إطلاقا إطلاقا صاحبي كاين واحد كاين واحد 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 الكتلة ديال الأفكار السطحية هنا كدور غريبة جدا. الدين يقدر يكون يشكل جزء معين من الثقافة ومن البناء الثقافي ديال المجتمع معين ولكن إطلاقا لا يمكن للدين أن يشكل كل الثقافة إطلاقا. دابا فاش كتهضر لي خاي بيانليغ على الـ على الـ على, الـ على الإسلام على سبيل المثال الإسلام اللي نزل في واحد الأرض معينة كان الرأس مال الثقافي ديالها الوحيد ياك من ناحية القول أو الأشكال التعبيرية كان هو الشعر.
ومن ناحية القيم كانوا قيم زوينين، كان الكرم، كان الوفاء، كانت الشهامة، كان شي حوايج بحال هكذا. فجر الإسلام لم يسقط كل هذه الأشياء، احتفظ بما يصلح لممارسته وامتداد دعوته، وحتى الشعر اللي كان مزعج في البداية ديال الدعوة الإسلامية من بعد صبح واحد السلاح من الأسلحة ديال المواجهة ديال الأعداء. شاعر مثلا ك سميتو عبد الله بن رواحة ولا حسان بن ثابت الأنصاري اللي كانوا عاشوا في المرحلة ديال الجاهلية، ووجهوا سهام قولهم إلى الرسول، من بعد فاش دخلوا الإسلام ولاو بالأسلحة الموجهة ضد الأعداء اللي هم الكفار. صافي الإسلام والأديان كلها ما كتسقطش من الحساب ديالها أنها تنتج في واحد الأرضية داخل واحد المناخ معين، بغض النظر على كيفاش دير هذا المناخ، هذا كيفاش كيفكر. جوابا على سؤالك أخي بيان، لا يمكن إطلاقا أن نربط أوتوماتيكيا بين الدين كممارسة روحية وبين الثقافة في مجتمع معين، لأن هذا غادي يكون واحد الخطأ كبير بزاف. خطأ لا يمكنش يكون خطأ إلا ما أعطيتنيش دليل أنه غادي يكون خطأ، بقي ما أعطيتناش علاش خطأ هذا الفكرة. ليش خطأ؟ كتسمعني يا جيدا جيدا دابا علاش خطا؟ تعرف الدول العباسي يا خويا بيان غير، ودابا باش غادي تعرف واحد المجتمع انه مهيمن عليه اكثر من ولا واحد المجتمع فين الدين مهيمن على الثقافة؟ اش كتعرف هذه القضيه؟ كتعرف الدوله العباسيه يا خايب يعني ياك؟ ياك كنعرف الدوله العباسيه وي. واخا هي 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 النموذج اللي ممكن يجاوب على هذا السؤال ديالك. الدوله العباسيه هي المرحله اللي وصلت لها صحه تبعي، اذا كان ممكن نسموها التسميه هذه، القوه ديال الفكره الاسلاميه وصلت للعالم بشكل اللي هو كبير جدا وخارق. فداخل هذه الدولة هذه كانوا عندنا ناس اللي جايين من ثقافة مختلفة اللي هي الثقافة الفارسية، كاينين الناس أحباش جايين من إفريقيا، وكاين الروم اللي جايين من أوروبا بالتقسيمات الجغرافية. كان السبب دياله هو المروق عن الدين، هو الابتعاد عن لا 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 الابتعاد عن الدين. اسمع صاحبي اسمع، دابا انت بغيتي دير لي العكس، الابتعاد عن الدين هو اللي خلق الحضارة العباسية، والدليل على ذلك ان الناس كانوا قتلوا وهجروا وحرقت كتبهم. إذن هنايا كان خروج على القاعدة الإسلامية، داكشي علاش تخلقات. أنت بغيتي تقول لنا خاي بيالدير باش نكون واضحين، شوف شوف أشوف أخي شوف أسمع إيرونس، دابا العمق ديال المشكل فين كاين؟ هو أنت كتقول لنا بأن الدولة العباسية هي نتيجة تطبيق الإسلام بحذافيره، تطبيق الإسلام الصحيح. لا ما تمرش مغالطة بلاتي، ما تمرش مغالطة نرد عليك، ما تمرش مغالطات بلاتي بلاتي أخي بلاتي عافاك. لا بلاتي اسمع صاحبي بلاتي نرد عليك بلاتي نرد بلاتي 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 اسمع اسمع عافاك. اسمح لي شوف شوف اخويا شوف انا غادي تسمح لي انت وسمح الاصدقاء جميعا، لانك انت تتحامل، انا ما قلتش هذه الهضره هذه، ما قلتش النبي ان العباسيين كيعبروا على الاسلام، هادشي قلتي انت يا قلتي العباسيين كيعبروا صافي تقلقتي، يا اما تخلوني نخرع عليكم ولا غادي نتقلق.
وراه داير لك داك النهار ماشي داك النهار بقيتي كتلاقش معاه شويه بقى كيقول لك هو يزيد بحال انا عرفتها انا عرفتها بلا الحوار غادي غادي الحوار غادي يكمل بهذه الطريقه هذه ولا لا عرفتها لان لا هو جا قال لك سيدي العباسيون هو نتيجه تطبيق الاسلام هذا هو الفكره اللي قال لنا قال لنا بان هذا الاوج اللي وصلت ليه هذه الحضاره هذه هو كيشوف بانه هو تطبيق الاسلام وحنا كنقولوا ليه لا راه الخروج على الاسلام هو اللي خلق لنا الابداع هذوك الناس مع الاسلام ما عندهمش الحق كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ديك اشكاليه العقل والنقل أن قال لك العلوم ما عندنا ما نديرو بها هذا هو اللي قال الإسلام وجاءوا العباسيين ومشى بقيادة شكون هذاك أبو حامد الغزالي هو اللي مشى قال لي ما ودير القضية فيها نص نص وتماك هو بغى يقول لينا زعما بان راه الاسلام بريء منين هضرنا معاه قال لك بغيتي تحطوني في واحد القنت تقولوا لي بانني انا يا جاي كندافع على الاسلام وبغيتي تقول لينا الاسلام وجا واحد الحضاره ولقاهم كيديروا شي حوايج وخلى شي حوايج اللي مزيانين وحيد شي حوايج اللي ما مزيانينش هنا زعما بغى يقول لنا بغى يدير لنا الفاليديتي ديال الاسلام بان الاسلام راه فعلا دين اولا الا كتعتقد بان خالق الوجود غادي يهضر مع انسان ربما يعني عندك شي مشكل في الفهم ولا عندك مشكل في الفونكسيوناليزم ولا البروبورسيوناليتي عندك مشكل انك ميمكنش تستوعب ان واحد الاله غادي يهضر مع الانسان هو في الاول هضرنا مع قلنا لي ودي راه ميمكنش تحيد راه المساله ثقافيه وقال لك لا الاسلام ما عندوش دين ما عندوش علاقه بالثقافه تنقول ليه الدين راه السلوك الدين راه قوانين الدين راه تشريعات صديبون فين كيضربوا هاد التشريعات وهاد القوانين فاش كنمشيو نشوفوا مثلا القانون ديال الزواج والطلاق مدونات الأسرة شكون هو اللي لاشيتاكت ديالها هذيك الأسرة اللي انت المغربي عشتي فيها شكون هو اللي قال لكم كيفاش باك غادي تزوج امك شكون يعطى لكل واحد القيمة ديالو في المجتمع جبناه من الدين ديريكت زيناه من الدين وحطيناه في المجتمع يدين الى الدين داخل الأسرة ومهيمن عليها الأسرة هي النواة ديال المجتمع أسرة زائد أسرة زائد أسرة زائد أسرة كتعطيك مجتمع إذا المجتمع كله ديني علاش حيت الدين مخداش المساحة ديالو في الثقافة خدا كتار من داك الشيء اصلا مساله الزواج ومن هي المراه وقيمه المراه هذيك مساله كديسيديها البيئه هذيك المساله كديسيديها الضروره هي اللي كتعطيك القوانين هي اللي كتعطيك التشريعات هي اللي كتقول كيفاش غادي تتزوج كيفاش غادي تطلق هو تيقول لي لا راه المجتمع ديالنا ماشي اسلامي المجتمع ديالك ماشي إسلامي المعاملات ديال المرأة منين جبنا الجذور ديالها فين كاينة أشنا هي المرأة بالنسبة للرجل
فين كاين هذا الشيء؟ منين جبناه؟ جبناه ستريكتومون من القرآن. بيرسيبسيون ديال المرأة في المجتمع، والمرأة هي نصف المجتمع وهي اللي كتعطي وجود للمجتمع كامل. إذن إلا خطأتي في تقييم المرأة إذن أردتي واحد الخطأ كبير. وهذا هو الواقع. منين جانا هذا الواقع؟ هذا جانا من الدين، ستريكتومو من الدين. اوكي، اذا كنعيشو في مجتمع ديني، اللي كيبقى هنا هو نحلو الدين. شنو هو هاد الدين؟ الدين هو شي ناس كانوا ساكنين في القياطن وكانوا كيديروا، كانوا كيعيشوا واحد الحياه، وحنا خدينا الحياه ديالهم وقلنا هذه أحسن طريقة نعيش بها الحياة ديالنا. هادشي اللي داروا والدينا ديما كيوصيونا عليها، وتيقولنا راه أحسن طريقة يعيشها واحد الإنسان هو إلا كان كيصلي وكان كيعبد الله، كان كيقرأ القرآن بزاف، كان كيصوم وكيدير الدعاء وداكشي. هو أشنا هو شي شي ناس كانوا عندهم واحد المعتقد. غير كنظن على مستوى المعتقد كان واحد الدين فقير، فقير باش يعطيك سيفيزامون ديال الباجاج في الدين. وشنو دخل لك الثقافة ديالو؟ قالك كيفاش غتزوجها، كيفاش غادي تطلقها، كيفاش غادي، امتى غادي تزوجها، مع من تزوجها، امتى تزوج، كيفاش غادي تفرق الورثة ديالك، ها اش غادي تاكلها، اش غادي تشربها، امتى غادي تاكلها، امتى غادي تشربها، اللي خصك دير في الحياة ديالك. اشنو هو هادشي كله؟ هو شي ناس كانوا كيعيشوا في القياطن، عايشين في الصحراء، كيعيشوا بواحد الطريقة معينة. هادشي علاش كنهضر على هاد الموضوع، حيث اولا ما كاين حتى شي طريقه معينه، الطريقه المعينه هي اللي كيمليها عليك الواقع اللي كتعيش فيه. الواقع اللي كتعيش فيه هو اللي تيقول لك اش دير في الحياه، بدون جهد، بدون جهد. ولكن البيئه هي اللي كتفرض عليك مثلا اش خصك تاكل، اش خصك تشرب، امتى تبدا تسخن راسك، امتى غتبرد راسك، امتى تغطاها للشتاء، داكشي كله كتعلمو ليك البيئه. نفس الشيء الطريقه باش غادي تزوج، غادي تطلق، تعامل مع ولادك، تفرق الوقت مع ولادك، هداكشي كله انت اللي كديسيدي اش يكون. واللي وقع لنا في التاريخ هو أنه خضعنا لهذاك الأمر، وهذاك الشيء ما جاش باش يحرر الإنسان. الدين ما جاش باش يحرر الإنسان، الدين جا باش يستعبد الإنسان، حيث الدين صناعة ديال الإنسان. ما كنظنش بأن الإنسان غادي يقلب على المصلحة ديالك قبل ما يقلب على المصلحة دياله. داكشي علاش فاش كتقلب الدين كتلقاه فيه المصلحة ديال واحد الإنسان. راه ما كاينش واحد الخالق اللي غيقول لك دعي معايا ولا دعي ليا ولا صلي ليا ولا، هادشي كله ما فيهش مصلحة الإله. حيت لو ولات فيه مصلحة الإله إذن الإله ناقص. الإله كان سنس دنيد لبزوان. إذن هنا الدين من صناعة الإنسان، وإلا دار الإنسان إذن الإنسان هذا استغل واحد الفرصة ثمينة، وأن الإنسان عنده واحد ما يسمى بالجهل العمومي المشترك اللي هو الموت وما بعد الموت. جهل عمومي مشترك،
والطريقة هذا خلق واحد طلب على الجواب. جاو شي ناس قالوا اوكي انت سولتي واحد السؤال ما عندكش كلي الجواب ولا لقيتي شي جواب ما يمكنش تخرج من البيئه ديالك ديما غادي تخلق حياه. وفعلا سموها حياه بعد الموت ولا فيها اللبن والعسل. وكبدت الفكره ديال الدين. اذا الدين هو بمثابه مؤامره ضد العقل. اوكي هذا هو الدين. وفعلا المؤامره ديما كتكون ما كتاخذش ما كتطولش. واحد النهار غادي تبان على حقيقتها. فين هو داك خليني نخرع عليكم ولا غادي نمشي فعلا؟ إذن هذا هو الدين الحنيف وهذا هو الدين. علاش كنجيو لهذا الوجود وكيقولوا لنا والدينا بأن أحسن حاجة هي الإسلام. إنسان يكون كيصلي الصلاة في وقتها ويدير المناسك وداك الشيء ديالو. وهذا الشيء اللي كيجي ويديروا الناس الواقع ديالنا كيقول لنا خصنا نديروا هاد الحوايج هادو لأن أحسن طريقة تجي هي تعيش بالدين. والدين هو فيه خير للإنسانية. وإلا عشتي في الدين كتعيش في واحد الراحة وفي واحد الأمان والله كييسر لي كل شيء. جينا نقلبوا لقينا راسنا غارقين في الخرا ديال قريش تل ودنين. خذوا المايك اخوان. شكرا.